بنوتة جميلة تعمل حاجات جميلة زيها، ابتسامتها حلوة، نهاد المصري نورانا. ازاي حضرتك؟ لا انا مش حضرتك، انا يعني انتي قمر والله العظيم. ربنا يخليكي. نهاد بتعملي منتجات طبيعية، عاملة صدى كبير جدا، ناس كتير بتتكلم عليها. بريزما كوزماتكس، مظبوط كده؟ طيب قبل ما هنتكلم عن ده، عايزة اعرف انتي دارسة ده؟ انا دكتورة صيدلانية وخدت كورسات كتير بعد كده عشان اقدر يعني اوصل للمرحلة البروفيشنال، ان انا اقدر اطلع منتج مصري بدرجة عالية جدا، طبيعي وطبيعي وفعال وفعال. طيب احنا طبعا احنا معانا هدايا. بالظبط، في هدايا كتير. احنا الهدايا بتاعتنا هنحطها لبريزما كوزماتكس دلوقتي على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك. محضرنا كام هدية حضرتك؟ في ست هدايا. ست هدايا، ست هدايا. طيب ايه بقى المنتجات بتاعت بريزما كوزماتكس؟ هي البراند كأصل كبريزما، هي البراند مصري 100%، بتديلك كل ما هو بديل مش بديل، احسن مليون مره كمان من البراند المستورده. يعني انا قبل ما اعملها ذاكرت كتير جدا ودرست وعملت ابحاث كتيره جدا عشان اقدر اعرف ايه اللي اي منتج بره انت ممكن تروحي تستثمري فيه فلوسك عشان بيديلك نتيجه تقدري تاخديه من منتج مصري بنفس الفعاليه، فلوس اقل بكتير، ويديلك نفس الـ الشكل او النتيجه اللي انت بتحبيها من المنتج بتاعك من المستورد. ايه نوعيه او ايه هي المنتجات بتاعتنا؟ في حاجات للعنايه بالبشره وفي حاجات كوزماتكس ميك اب. ايه العنايه بالبشره؟ العنايه بالبشره عندنا في ماسكات طمي، بس هو طمي معالج، احنا بنعالجه بمكونات تانية عشان يديلك مفعول احسن، ما يبقاش طمي فقط ان يشيل الجلد الميت من البشرة، لا انا عايزة يساعد كمان يعالج مشكلة، يعالج في حاجة يعني بتشتكي مثلا من حبوب، فاحطلك مثلا كركم عديم اللون عشان يساعد مع الحبوب، عندك حساسية فاقللك الحساسية، عندك زيوت زيادة في البشرة دهون اقللها بالفحم. ما تهزريش، بالحاجات دي كمان بتخلي ان البشره تتنظف بشكل ما يكونش قوي بزياده، بحيث ان انا يظهر علامات تقدم في البشره بعدين زي استخدام السكراب. ممنوع ان احنا نستخدم سكراب على وشنا عشان بيساعد ان التجاعيد تبان اظهر بشكل اكتر بكتير. السكراب بتاع الوش بس، ممكن استبدله باحماض فاكهه، مقشر احماض فاكهه، او لو حاجه الطف بكتير ممكن يكون ماسك طم. والله شاطره وجدع ومبسوطه منك، والله مبسوطه منك. ربنا يخليك. طيب ايه هي بقى المنتجات التجميل؟ التجميل عندنا حاجات كتيره ومعظمها بيشتغلوا بيها عن الميك اب ارتست. عندنا مثلا مثبت الميك اب، احنا نعتبر البراند المصري الوحيده اللي عندها مثبت ميك اب، بيثبت الميك اب وكمان بيخلي بيدي الوش لمعه كمان. بالظبط. طيب ايه تاني؟ في ايه الاحمر والباج ايه الحاجات دي كلها؟ ده تنت اللي هو مورد للخدود والشفايف، احنا عندنا منه 7 درجات، وثلاث درجات منهم اللي هي الكونتور اللي بنقسم بيه البشره. انت بتهزري، عشان ما تضطريش انك تشوفي اي منتج تاني بره، كل الحاجه اللي انت عايزاها موجوده، وكل درجات 7 درجات، محدش بينزل 7 درجات. يا ولد انت، بس شفت انا قلت لكم في الاول هي عامله حاجات حلوه زي عامله. طيب ودول اكيد بادي سبلاش اللي هو معطر لل لا دول هيرمس، ده برفيوم للشعر، بارفان للشعر. اها، بدون كحول. ما تشممينا كده، اكيد ما تشممينا، اصلا حاطيني في الكرسي. حاجه فلورال، حاجه مسكره ولا حاجه ورد شويه؟ هاتي الاثنين. احنا صارفين ومكلفين بقى، دي صرفه ومكلفه يا ماما بقى. دول اكتر مبيعات عندنا. تسلمي ايدك يا حبيبتي اكتر. حضرتك ممكن تفتحيه كمان عشان تشميه احسن. ايه ده؟ وروايح. انا هشتري ده. والرايح كمان بتناسب مع البرفانات بتاعتك، وده طبيعي، الحاجات دي كلها طبيعيه، ما يبهدلش الشعر يايا خالص، ما فيهوش اي كحول ولا حتى نقطه صغيره. ده مسكر، ده حلو بحلاوه.
ده بس ده احلى. هو ده بصراحه ده من الحاجات الاكتر مبيعينها عندنا. ده ريحته ورد، مش ورد، هي ريحته ورود كده بس خفيفه شويه. ثانيه واحده كده، عارفه لو شعري باظ والله عارفه لو شعري باظ مش هيبوظ، هطلع بصي مش هيبوظ بالفضائيات. لا مش خالص. عايز ثانيه واحده، ايه اللي انتوا حطوني جنبي ده؟ ده بودي شيمر او ملمع للجسم، بس ما بيطلعش في الهدوم، بيدي للجلد لمعه ولون وما يطلعش في الهدوم تحت اي شكل من الاشكال. ازاي ان شاء الله؟ ده احنا عاملينه بتركيبه مخصوص بحيث ان هو ما يسيبلكيش اي اثار على هدومك خالص، مع بس هو عشان ما حدش عمل منه قبل كده هياخد وقت شويه. يا بنتي اطلعي يا حبيبتي. ايوه عيب يا ماما، عيب عيب عيب. حضرتك بقى ممكن تعمليه بالفرشه. ادي عشت كده انتوا جايبينها. لا ده قمر. لا ده انا كمان هشتري سلمى. والله العظيم انتوا في البرنامج ده انا عايزاكي كمان تسيبيه كده بعد ما هتحطيه لمده. لا مع الريحه كمان يا جماعه، انتوا مش متخيلين الاثنين على بعضيهم عاملين ازاي. بصي شكله تحفه عليكي بجد، شكله تحفه. انا شايفاه من عندي. اللون ايه يا جماعه؟ لون حلو. ممكن تعملي كده كمان هيبان اكتر. اخد الوش التاني في ال، اخد هنا وش باين. طب يلا واحنا بنتكلم ناخد الوش التاني. على فكره هو ميزته ان انت ممكن تحطي منه اكتر من طبقه عشان تديكي اكتر من لمعه. انا خدت اللون الغامق انت كده خدتي. ده هنا ده اللون ايه وده ايه وده ايه؟ هو ده برونز شويه. في واحد تاني على يعني اللي هو اللون الذهبي، بس اللي هو الشامبين ده. لا اللي قبليه الاولاني خالص ده. ده ماشي. واللي بعديه ده ذهبي، بس ذهبي مش اللي هو الصريح الاصفر، لا ذهبي مكسور شويه عشان يديكي لمعه تكون لطيفه. احنا بنهتم جدا كمان لا انتوا مهتمين بالدرجات بتاعه البشره جدا، عشان كده لازم نوفر من كل منتج. طب عندنا بقى فاونديشن ولا لسه ما عملناش فاونديشن؟ ان شاء الله قريبا يبقى في فاونديشن طبيعي ان شاء الله. احنا بنهتم جدا بالموضوع ده. لازم حاجه تكون طبيعيه ولازم تكون. الفكره جات لك منين؟ الفكره هي كانت صدفه في الاول. ازاي؟ انا كنت رايحه النقابه عشان اسال على حاجه تانية خالص. لقيت بوستر محطوط ان في كورس، فانا كان من زمان وانا بحب الميك اب وبحب منتجات العنايه بالبشره واحب اهتم بنفسي جدا. كان نفسي اعمل براند او منتج عليه اسمي. ده هايل هايل. انا عايزاكي بقى تجربي تمسحيه بالمنديل، بس تديله تقتين بس ينشف كمان. لا لا مش هيطلع في الهدوم باي شكل من الاشكال. والحاجات ريحتها لا لا انا بنبسط انا بنبسط من البشره دي. اي حد حاجات طبيعيه. بصي انا طول النهار عماله. لا بصي بقى وحاجات شغاله بقى كمان. شغاله اشي طمي على قهوه، اشي عسل على زبادي. ما شاء الله جميله. مش لا ده انا امي في البيت عايزه اقول لك طول النهار يعني، وبالفوطه حاطه الفوطه طول النهار والبونيه، وامي عماله تصوت تقول لي اتجننت بنتي اتجننت. بس انا اعمل ايه؟ بموت في الحاجات دي. طيب الحاجه الاخيره بقى، ايه الحاجات الملونه دي اللي هم ورا خالص؟ لا اللي في النص دولت اللي هو انت عندك حاجه نبيتي تقريبا او بني وجنبيها. دول بقيت الوان البادي شيمر، وانا لازم الملمع. لازم احط ان هو لازم يكون لجميع انواع البشره، وحاجه اسمها الدرجه التحتيه للبشره. في ثلاث انواع درجات تحتيه للبشره، ممكن بشره تكون بارده، ممكن تكون دافئه، وممكن تكون بشره مختلطه. بنعرفها من اللون الاوعيه الدمويه اللي هنا. لو لونها ازرق فانت البشره دي تكون اللي هم بيسموها ساقعه مثلا، اللي هو بارده، سوري بارده. لو لونها يكون موف فالبشره دي هتكون مختلطه. لو بشره لو هنا دي لونها اخضر، فالاخضر ده معناه ان هي دافيه. فممكن احط نفس الدرجه عليكي تديكي مفعول، واديها على حد تاني عشان الدرجه التحتيه للبشره تديله لون تاني خالص. طب وانا اختار الوان ايه حسب الوان البشره انت؟ بنعرف بتقوليها. اولا من هنا حلو، انت الدافيه ولا طب البارده؟ طب معلش خلينا نعمل حاجه دلوقتي. أكيد. هتقولي هنا بشره ايه واني لون اللي يليق عليها. تمام اوكي. لو البشره دي بارده
تمام، انا ارجح ان هي تاخد اللي هي الدرجه الشامبين دي، دي اللي هي دي اللي هي الذهبي. حلو. تاخد البرده، لان انا عايزه اديلها لون، انا عايزه اكسر البرود اللي في البشره اللي هو بيدي ابيض، تحسي انها ليها لون مزرق شويه من الحته دي، فانا عايزه ادفيها شويه. بس لو درجه تكون دافيه، يعني هنا الاوعيه دي لونها اخضر، تقدر تاخد الدرجه اللي هي الشامبين الاولانيه عشان تديلها لون يكون مناسب ليها احسن. ده لو درجه مختلطه فهي ممكن تاخد اللي في النص البرونز، وممكن كمان تلعب ببقيه الالوان التانية. يعني البرتقاني ده على فكره ده اللي هو الذهبي اللي فيه درجه بينك خفيفه. طب وليه مش عاملين موزين مكياج؟ ده الشيء الجاي ان شاء الله هننزله، بس احنا عايزين ننزل حاجه تكون مش لجميع انواع البشره بس، لجميع الاستخدامات اللي انت ممكن تتصوريها في موضوع ازاله المكياج. البراند اسمه بريزما. بريزما ليه بريزما؟ ده اسم ايطالي بمعنى بالانجلش البريزما، او اللي هو المثلث اللي من الزجاج. عشان احنا بندخل منتج واحد بس لون ابيض يطلع لنا جميع انواع الطيف، فهو احنا ممكن من منتج واحد اقدر العب لك بجميع الحاجات اللي انت محتاجاها. احنا تقدري تصنعي معانا المنتج اللي انت حباه. وات ايه؟ انت ممكن تصنعي معانا المنتج اللي انت حباه. يعني مثلا احنا عندنا تونر للبشره نازل منه 7 انواع لجميع انواع ومشاكل البشره، بس انت مثلا حبيتي تضيفي حاجه من هنا، مركب من هنا على مركب من هنا، عشان انت كان نفسك في حاجه من مثلا فيتامين سي وفيها مثلا حمض الهيالورونيك مع بعض، هيالورونيك اسيد، بس احنا في المنزلين وده في حاجه وده في حاجه، اعمله لك. وحمض اسمه ايه؟ هاليرونيك. هاليرونيك ده بيعمل ايه؟ ده فيلر طبيعي للبشره، بيشيل قد وزنه 1000 مره ميه، فبيرطب لك وبيتعامل مع البشره انه هو بيخليها شكلها نضر اكتر. لا ده انا عايزه من ده كمان. انت طبعا بتستعملي الحاجات دي على وشك؟ انا بستخدم كل الحاجات دي، وكل حاجه بتطلع بجربها قبل ما تطلع. الهدايا بقى دي فيها كل الحاجات دي لل فيها 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 كمان في سكرابات، عندنا سكراب بتاع الشفايف. حلو. ده تقدري تاكليه. ده تقدري تاكليه لانه فعلا طعمه حلو، واحنا عاملين ان هو مخصوص ان انت تقدري تاكليه. احنا حتى بنعمل له ماركتنج ده تاكليه يا جماعه، كلوه كلو. كل اللي بيجربوه عندنا في المزرعه ده طعمه حلو قوي، جعانه كلوه يا جماعه كلوه عادي. برافو لبريزما كوزماتكس، حاجه محترمه جدا بصراحه، وهايله هايله. عايزاكي تجربي بقى كده. هنلبس كل الالوان اللي احنا عايزينها بقى صيف وشتاء، ومش هيبقى في اي حاجه. انا تسعه ده انتي دمرتينا النهارده. ربنا يخليك. ميرسي على الهدايا الحلوه بتاعت بريزما. حاجه بسيطه جدا. وبرافو كملي، عايزاكي تعملي لنا موزيل للمكياج قريب. عايزاكي تعملي لنا فاونديشن، موزيل للعرق. كل وانا كل الافكار بقى 20%. ده اكيد. نورتينا يا نور. ميرسي ربنا يخليك. عزات تاني كل الهدايا بتاعت بريزما حاطه دلوقتي على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك. خليكم معانا وتابعونا، ما زلنا معاكم وهي وبس.